ايه وجبروا له هلا ايده. افتح بابا. اهلا جدا. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. اهلين عمي اهلين. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. تفضل تعال. مرات على المستشفى؟ لا لسه. قلت بركي بنروح سوا. معناتها ما عرفت شو صار امبارح؟ لا بلا، حكيت معي بالتليفون. طيب انا شو اعمل هلا؟ بدك تصبر عليها شوي يا ابني. اصبر عليها لتروق. ليش انا شو عم بعمل كل الوقت عمي؟ غير اني عم اصبر واصبر، بس لايمتى؟ بدك تعذرها يا ابني. بضل ابنها. ابنها؟ ليش انا شو؟ مو ابني كمان؟ يمكن تكون عم تحس بالذنب على اللي صار. لا ما عم تحس بالذنب. ولا عم تحس انها مقصرة. هي عم تحس بشغلة وحدة بس، انه نحن ما عم نطيعها 100%. بدك تطول بالك يا ابني، بدك تطول بالك. لك انت قلاني من المستشفى؟ الشغلة بدها شوية خجل، شوية احترام. معلش، قلت لك بدك تطول بالك. المهم هلا خلينا نروح على المستشفى نطمن على الولد، وخلي سبيرة تجي على البيت ترتاح لها شوي. ماشي يا عمي، بالإذن بستعصي وشي.